مساء الخير على كل حبايبي اللي في قناة عالم منوعات. اتمنى يا رب دايما يكون الجميع في الف صحة وخير وسعادة. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة بالعالم وصغرها في كينيا. تعالوا نعرف التفاصيل وايه اللي حصل بالظبط. اعلنت جمعية محلية لحماية البيئة في كينيا عن قيام صيادون غير شرعيون بقتل الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم، وعلق المحافظون على البيئة على هذا المشهد بأن قتل الزرافة البيضاء وطفلها الصغير في شمال شرق كينيا يشكل ضربة لخطوات هائلة اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة والفريدة من نوعها، حيث تم العثور على هيكلين عظميين لحيوانين يوم الثلاث في المحمية بعد أن رصد الصيادون الأم وابنها. وقال مدير الجمعية وفقا تصريحات نقلتها على قناة سكاي نيوز العربي أن هذا يوم حزين للغاية بالنسبة لمجتمع كينيا، وأضاف أيضا نحن المجتمع الوحيد في العالم الذين يعمل على الحفاظ على الزرافات البيضاء. وأشار مدير الجمعية إلى أن هذه الجريمة هي ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة، ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم المستمر لجهود الحماية بحسب ما ذكرت فرنس بريس. واعتبر مدير الجمعية أن مقتل الزرافة البيضاء بمثابة خسارة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الدراسات والأبحاث الوراثية شكلت استثمارا كبيرا في المنطقة من قبل الباحثين، كما أنها شكلت دفعة كبيرة للسياحة في المنطقة، وأن كل هذا ذهب في الرياح، يعني كل ده ذهب على الفاضي، يعني ذهب على الأرض بمعنى أصح. وأثارت هذه الزرافة البيضاء التي كانت تعاني من حالة نادرة تسمى الأبيضاض ناجمة عن عدم تسبب خلايا الجلد اهتماما كبيرا في العام 2017 عندما شهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية، وعندما وضعت الصغيرين. وفي فبراير عام 2017 أعلنت محمية خدمة الحياة البرية في كينيا على أن الزرافة بيضاء نادرة حامل، وتعد هذه الزرافة هي الوحيدة من نوعها في العالم، ويوجد في المحمية العديد من الحيوانات النادرة والتي يحاول العاملون فيها الحفاظ عليها على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة. طبعا زي ما احنا شفنا كده يا حبيبي، هو الزرافة البيضاء بصراحة هم قتلوها الصيادون كده قتلوها، مش عارفة بصراحة اقول ايه ولا علق اقول ايه. تعتبر دي الزرافة يعني الوحيدة اللي كانت في العالم كله، كانت زرافة مختلفة ونادرة جدا، اسمها الزرافة البيضاء زي ما شايفين شكلها معنا في الصورة اهيت. استغفر الله العظيم يا رب، مش عارفة اصلا حرام اساسا ان احنا يعني معرفش عملوا كده ازاي. اشوفكوا على خير يا رب، مع السلامة.